لي قبل ما تسأليني، بس لأنه كنت عم بتسمع على ضيفك من تفضل شوي، تفضل. أنا ما بحب جادل أو سجل مع أي ضيف عندك، بس في كم شغلة انحكوا يلي بدهم توضيح. تفضل. بالنسبة للمساعدات اللي إجت للبنان من بعد الانفجار المروع اللي صار بالمرفأ، بتخيل الحكومة اللبنانية يلي هي بحكم تصريف الأعمال هلأ عملت بلاتفورم يلي كل الدول المانحة فيها تفوت عليها وتعرف كل قرش اندفع للبنان لوين راح. نعم. وهيدي موجودة لكل الحكومات ولكل المتبرعين، وأي شخص بيقدر يفوت على هالبلاتفورم وبيقدر يشوف كل المصاري وكل التبرعات لوين راحت. هيدي واحد. بالنسبة للفورنزيك أوديت، الفورنزيك أوديت اللي عم طالب في فرنسا، أنا بحب أذكر الجميع أنه بجلسة 26/3/2020 خلال الحكومة القائمة نحن أقرينا قانون الفورنزيك أوديت، طلبنا أنه ينعمل فورنزيك أوديت. أنت هلأ ما بدي أحكي أنا بالسياسة، بس أنت بتعرف أنه التطبيق تأخر، بس هيدا أخذ القرار بالحكومة التي كانت قائمة بهداك الوقت. بالنسبة للخمس أيام أنه وعدنا العالم أنه بخمس أيام ببين التحقيق، تحقيق نحن قلنا التحقيق الإداري خلال الخمس أيام، وهيدا اللي صار. والأشخاص اللي كانوا involved يعني بالملف تبع التفجير كل المعنيين، نعم كلنا نحالوا على القضاء، والقضاء بعدين بتابع مسيرته. نحن وعدنا انه خلال خمس ايام اي شخص معني، وذكرنا بالضبط انه كل من خزن وكل من محص وكل من شارك بهذه العملية كلهم بيروحوا على القضاء، وهذا تم خلال خمس أيام. فالتجني أنه وين الحكومة وين الدولة، واحد يجي يعمل جنراليزيشن أنه الكل حرامية والكل سرقين، هذا مش مقبول. بس كمان هون معليك في مبالغة بموضوع أنه خلال خمس أيام الكل راح على التحقيق التحقيق الإداري. أوكي. كل اللي انحال 25 شخص هودي إداريا كفت إيدهم خلال اول خمس ايام. ايه هلا نحن مش المطلوب هو فقط كف اليد يا مع الوزير، مطلوب الحساب المضبوط. إيه يعني هذا اللي الناس ناطرته. اوكي، بس تسمر نحن كحكومه مالنا جهه قضاء، مالنا جهه تحقيق، بس نحن على الاقل قلنا كل شخص خزن وكل شخص محص وكان له علاقه قضائيا ولا امنيا بالملف تنكف ايده لحد ما القضاء ياخذ مجراه. نعم. لأنه نحن ما فينا نحقق بهيك أمور. فدايما يعني الواحد اللي من بده يعمل أي اتهام أنا بتمنى أنه يكون مبني على قواعد سليمة. نعم. خليني طبعا هذا موضوع كبير، هذا بده حلقات كبيرة لحتى لي يعني وقت لحتى لي نحكي فيه بتفاصيله، لأنه كل تفصيل فيه مشروع طويل عريض من النقاش. خليني أنتقل معك مباشرة إلى مؤتمر النازحين في دمشق، ويلي يعني انكتب بالصحف بأنه قديش لقيت كالوزير مشرفية من حفاوة في اللقاء وحفاوة في الاستقبال في دمشق، وعدت بوعود وعود يعني عسى طبعا أن تكون أو أن يتم وضعها على سكة التحقيق، وعود سورية ووعود روسية أيضا. يا ريت نفوت مباشرة بهذا الموضوع، ماذا سمعت من الدولة السورية؟ ما هي الوعود التي تلقيتها؟ نعم، أول شيء بحب أقوله أنه أنا بدي أشكر اللواء إبراهيم اللي كمان تفضل وحط صورة مقتضبة عن الملف. نعم. ملف اللاجئين يلي هو عم بتابعه، عم نتابعه سوا بطريقة يعني أنا بقدر أسمح لحالي أقول طريقة علمية ومبنية على أسس قوية. اللواء إبراهيم ذكر أنه أول شيء ملف العودة كان قد بدأ معظم الأشخاص بيعرفوا أنه من خلال الأيام الماضية من 2018 لحد الآن عاد عدد كبير من السوريين طوعيا إلى بلادهم، لكن أنه بوجود جائحة كورونا خفت هالعودة. هلأ اللي نعمل أنه نحن بالحكومة السابقة حكومة الرئيس الحريري
تبلش العمل على خطة مع الوزير صالح الغريب على خطة لسياسة العودة للاجئين، وبالحكومة اللي نحن قائمة كفينا هذه الخطة وأقرت بالمجلس بتموز 2020. هذه الخطة تمت مع التنسيق مع الأشخاص المعنيين بسوريا، وهي اليوم بهذا المؤتمر اللي صار تحت رعاية روسيا الاتحادية قد تم الموافقة على كل البنود اللي نحن كنا أقريناها في هذه الخطة من الجانبين، الروسي الراعي لهذا المؤتمر ومن الجانب السوري يلي هن الدولة يلي معنية بالموضوع. طيب اليوم لما منقول معالي الوزير تم الاتفاق على كل البنود يلي وضعتوها وشيء جميل وممتاز، التنفيذ التنفيذ ووقت التنفيذ والمنحة، خلينا نقول السياسي، المسار السياسي الموازي يلي عادة هو الذي يضع العصي بالدواليب وليس الموضوع التقني يلي ممكن تتفقوا عليه. نعم. هلأ نحن إذا ما في جائحة كورونا والحدود مفتوحة، أي سوري في يرجع على بلده، ما في شيء بيمنعه. قوانين العفو هيدا بالتقني، ولكن بالسياسي وخصوصا أنه مثلا هذا مؤتمر مقاطع من الأوروبيين، مقاطع من الأمريكيين، ومنعرف نحن الأمم المتحدة شو فيها تشتغل بهيدا الإطار وهي المستلمة هذا الملف. نعم، نحن اليوم كدولة معنية بهذا الملف وعندنا ثقل كبير من الوجود السوري، لأنه عندنا نحن أعلى نسبة نازحين بالنسبة لسكان البلد. نعم. نحن تلت الشعب اللبناني صار من الإخوان السوري والفلسطينية، وأنت بتعرف أنه الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط يضاف إليه الوضع الصحي بخلينا نحن كدولة أول شيء نجرب قدر المستطاع مع كل الدول أنه نقنع هالدول أنه لازم نحن نشيل هالملف من السياسي إلى الملف الإنساني. لما بتكون الدولة يلي هن اللاجئين جايين منها مستعدة انه تاخذ كل اللاجئين، لما بتأمن لهم حق العودة الكريم وبتسمح لهم بالمجيء الى سوريا مع اعفائهم من كل المشاكل اللي كانت عندهم، ما بتصور انه نحن مفروض نسمح لاي دولة تانية انه تعرقل هذا المجيء. الدول في عندها حسابات سياسية، نحن بلبنان ما مفروض يكون عندنا حسابات سياسية. نحن شعبنا صار تعبان، نحن في عندنا مشاكل جمة، وكنت عم تسمعي من فترة قصيرة إنه قصة الدعم وشيل الدعم هيدا، وهيدا عم بيأثر، عندي تلت الشعب عم بياخد دعم إن كانوا من القمح من البترول من الكهرباء من كل هالأشياء هيدي. فنحن كلبنان ما مفروض نفوت بأي جدل سياسي مع حدا. أنا لمن اليوم شخص قاعد على أراضي وسبب وجوده على الأراضي اللبنانية كان نزوح أمني وانتفى هيدا السبب، علما أنه بس بدي ذكرك أنه حسب الأمم المتحدة 89% من الأشخاص السوريين الموجودين في لبنان أبدوا رغبة بالعودة. فشو السبب أنه ما يعودوا؟ إذا السبب هو أمني انتفى السبب الأمني. إذا من الناحية الإنسانية عم نشتغل مع الدولة السورية لحتى يتكون عنا مراكز إيواء وإعادة ترميم الأمكن اللي تركوا منها السوريين لتأمين أفضل سبل العيش. فما مفروض نحن نرضخ لأي شيء اسمه تجاذب سياسي أو دولة تيجي تقول لا هلأ وقتها أو هلأ مش وقتها يرجعوا. ليش مش وقتها يرجعوا؟ بيطلع الواحد بيقطع الحدود بيروح على بيته، شو بيصير له؟ طيب بس مين بيقرر هيدا الشيء؟ مين يمنع السوريين من القيام بهذا الامر او بعض؟ يعني عملتوا جهود كثير كبيره وتحدث اللواء عباس ابراهيم عن الموضوع وقال انه في عدد كبير لا باس به قطع يعني عاد الى بلاده الى المناطق الامنه وبضمانات قدمت من الدولة السورية. طيب اليوم الحجة الأساسية للمجتمع الدولي هي أنه لا، حتى لو كانت المناطق محررة ومش آمنة هم لا يثقون بهذا النظام ولا يأمنون جانب هذا النظام، ويتحدثون عن أنه هذا النظام قد ينتقم من هودين. هيدي سوري عم بستعجل عليك ست سمر، بس هيدي مثل اللي بيقول عنزي ولو طارت. يعني صحيح، معلش اللي قدروا يرجعوا على بلادهم بهالفتره هيدي يلي عددهم
بتجاوز 300,000 400,000، والارقام الدقيقه بنقدر نجيبها من الامن العام. في منظمه يو ان اتش سي ار بسوريا، خليها تعطينا مثل واحد عن شخص يلي هو يتعرض لاي مشكله من بعد ما عاد على سوريا. انا بتمنى انه نتاكد انه اذا في هالشيء عم بيحصل حتى نساعدهم نحل المشكله. انا ما عم دافع عن حدا، بس انا لحد الان كله اللي عم بشوفه انه مساله كلام بكلام، بس ما في شيء على ارض الواقع. بيبقى عندنا عامل يعني اساسي دكتور، بيبقى عندنا عامل اساسي هو ال 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 خلينا نقول العلاقه بين الدوله اللبنانيه والدوله السوريه والكلام المباشر. نحن ست سمر برجع بكرر، هيدا الملف بالنسبه لإلي كوني انا المسؤول عنه بهيدي الحكومه هو ملف انساني، ما بدي فوت باشياء سياسيه. انا في عندي ثلث السكان على الاراضي اللبنانيه هن من الاشخاص اللي بيقدروا يتركوا لبنان ويرجعوا على بلد اخر. انا بهمني المواطن اللبناني بلبنان يخف العبء عنده الاقتصادي والعبء المالي والعبء الصحي. كيف بدها تساعد الدولة السورية أو روسيا بموضوع جد أساسي ومهم؟ إنه في جزء كبير من هودي الناس ما عم يرجعوا، لأنه عملياً في أموال عم يقبضوها في معاشات مخصصة لإلهم من الأمم المتحدة، يعني ليه بده يستغني عنا إذا بده يروح على بلد يرجع يبلش من الصفر وما إلى ذلك؟ شو الممكن يقدموه بالمقابل؟ هيدا سؤال في بقلبه جواب، انت سالتي وجاوبتي حالي. ليه؟ اذا هالدار اللي عم ياخذوها بلبنان يتفضلوا يعطوهم اياها بسوريا بيرجعوا على سوريا. طيب حكيتوا هيدا الشيء مع الدول المعنيه؟ اكيد بدنا نحكي مع اليو ان اتش سي ار وبدنا نحكي بكل هالامور. هيدا حقنا كلبنانيه انه نساعد، انه مثل ما عم بيقدروا يدفعوا لهم المصاري بلبنان يدفعوا لهم اياهم بسوريا. لم يتم التطرق بالنقاشات مع الأمم المتحدة إذا بتقبل تعمل هيدي البروسيدور، هذا الإجراء. للأسف الأمم المتحدة كانت عم تحضر هذا المؤتمر بصفة شو اسمه متفرج، يعني ما كانوا انفول، كانت الرعاية الروسية والرعاية للدولة اللي الأم يعني لسوريا. بس للأسف ما حسينا انه نحن اليوم في كتار محمسين ليحلوا لنا المشكله. نحن عندنا مشكله ونحن اولى بالمعروف مثل ما بيقولوا، نحن اصحاب نحن ايدنا بالنار بالوقت الحاضر. اكيد اكيد. ايضا دكتور، كان للوفد اللبناني يلي بترأسه حضرتك لقاء خاص وثنائي مع الوفد الروسي، وكان في كلام ثنائي بهذا الامر. ما هي الوعود التي تلقيتوها من الجانب الروسي على هذا الملف تحديدا وعلى هذا الصعيد؟ نعم، لكن ست سمر نحن الابتداء الكلام كله كان من الخطة اللي نحن عديناها في هذه الحكومة. هيدا البيسز لكل الديسكشن اللي صارت. هيدي الخطة موافق عليها من الجانب السوري ومن الجانب الروسي. الروس هن تبنوا كل البنود الموجودة بهالخطة هي وأبدوا كل دعم وطلبت منهم الدعم على نقاطين، الدعم اللوجستي لانه انت بتعرف انه العوده بدها اموال، بدهم يساعدوا ببناء البنى التحتيه والمدارس والعيادة بسوريا، والدعم السياسي مع الدول في الامم المتحده، لانه روسيا الاتحاديه هي احد الدول العظمى وبتقدر تضلها تعمل شكل تعمل ضغط على الدول الباقيه. بس هيدا مشروع طويل الامد، يعني اعاده بناء وبنى تحتيه وتجهيز الارضيه لعوده امنه لهؤلاء النازحين، امنه اجتماعيا. هيدا مشروع طويل الامد. شوف الدوله السوريه مش ناطره لحتى تبلش من اليوم. اخذوا كل الموجودين الاشخاص وفرجوهم مراكز الايواء يلي هي موجوده ومنفذه وفيها عليها ناس عم تجي. يعني مثل ما قال اللواء ابراهيم، في عندك 300 400,000 شخص اوريدي عم رجعوا على سوريا، هودي ما رجعوا قعدوا بخيام. ما في خيام، في عندهم مراكز ايواء. فالدوله السوريه من هالناحيه عم تقدر تشتغل واوريدي مبلشه بهذا المشروع من قبل. نحن بس بدي ارجع اذكر، نحن شو ما كانت الحجج اللي عم نسمعها من كل الدول،
نحن مثل ما انت تفضلتي وقلتي نحن ام الصبي، نحن اللي ايدنا بالنار. نحن اليوم بدنا نساعد حالنا. ما بدنا الحل ينطر حل سياسي. الحل السياسي عندنا لاجئين فلسطينيين صار لهم 70 سنه ناطرين الحل السياسي. نحن بالنسبه لنا هذا ملف انساني بحت، ولما بينتفي السبب الامني مثل ما قادر يقعد بلبنان ويساعدوه الدول الانترناشونال كوميونتي بيقدر يرجع على سوريا ويساعدوه بسوريا نفس الشيء. سؤال اخير قبل ما اختم وحررك لانه عندك شغل بعيادتك دكتور ايضا، سؤال اخير. نحن اليوم فتنا اول يوم من ايام الاقفال التام يلي او شبه التام يلي عم بيصير لمدى اسبوعين، ممكن انه يتمدد اكثر وما الى ذلك. شو هي الخطه يلي بدها تتبعها الوزاره الشؤون الاجتماعيه لمساعده الناس يلي منا قادره بالنهايه تضل قاعده في المياومين، وهودي الشريحه المستهدفه خلينا نقول بهالاقفال التام يلي بيشتغلوا بالنهار وبيشتغلوا كل يوم بيومه، كيف رح يعني شو رح تعملوا بهذا الاطار؟ في شيء مساعدات؟ في شيء مقابل هذا الاقفال حتى يقدروا يقعدوا ببيوتهم؟ شوفي ست سمر، نحن يعني ما بدي اطول عليك، بس للاسف لما استلمنا الحكومه وخصوصا بوزاره الشؤون لقينا انه قاعده البيانات الوحيده اللي عندنا اياها هي لملف الفقراء في لبنان، بس ما عندنا قاعده بيانات للمجتمع ككل. وانت بتعرف انه اول ما استلمت الحكومه اجت جائحه كورونا، واضطرينا انه صار في عندنا كثير فولنربل كوميونتي، واضطرينا انه نحن نقدر نقدم مساعدات، وكان عندنا نحن ارباك لمين بدنا نقدم هالمساعدات لما ما عندي قاعده بيانات حتى تكوني شفافه وما تظلمي ناس يعني وتتركي ناس اخرين. هيدي لما بلشنا نوزع ال 400 الف ليره على العيال المحتاجه. نعم. هلا اللي رح يصير نفس الشيء، تنين في عندنا اجتماع مع دوله الرئيس لحتى نطال هالشريحه من الميومين نقدر نشوف قديه نقدر نساعدهم. للاسف بنفس الطريقه يعني عمليه توزيع مبالغ ماليه عليهم ولا كيف؟ يعني شوفي أو قسائم شرائية أو شو رح يكون الوضع؟ إيه، يا بده يكون كوبون من خلال مثل اللي عم نعمل مع الوورلد فود بروجرام، أو بده يكون كاش ترانسفير مثل اللي عم نعمله مع الجيش. هيدا قرار بتاخدوه نهار التنين في اجتماع مع رئيس الحكومة المستقيل. التنين رح يكون عندنا كوميتي على ساعة واحدة من شان المساعدات، لانه نحن برجع بقول لك انه للاسف القدره الماديه تبع الدوله محدوده، بالبلدان المرتاحه كل الناس اللي طلب منها انه تقعد ببيوتها نعمل لها سبسيدي. نعمل لها معاشات طبعا. ايه نحن للاسف جينا على خزينه ما فيها شيء، وعلى يعني وعلينا انه نجود مثل ما بيقولوا بالموجود. نعم. فلا هيدي كل هالمشاكل هيدي حطتها الحكومه ببالها لحتى تحلها، وان الله راد التنين يكون في جواب على هذا الامر. انا بشكرك كثير وزير السياحه والشؤون الاجتماعيه دكتور رمزي مشرفي، كان في كلام كثير ينحكى، ان شاء الله بتشرفنا بحلقه على استوديو وبنعطي وقت للكثير من الامور، حتى السياحه في كلام كثير ينحكى فيها في ظل الاقفال والكوفيد. شكرا لك معالي الوزير. شكرا.